الرحمن الرحيم. طبعا في البداية نشكر مؤسسة حمد بن راشد وكذلك هيئة كهرباء ومياه دبي على الجهود اللي شفناها اليوم. ما شاء الله مكان أو اللي هو المبادرة هذه تدعو للفخر الحقيقة. يعني البيئة الانفايرمنت اللي موجود صراحة جدا محفز في كل محفزات الابتكار، وهذا اللي ننشده في برنامج صيف بلادي من خلال طبعا إتاحة أو استثمار طاقات الشباب وتوفير البيئة المناسبة لهم يعني إتاحة لهم الفرصة لإبداعاتهم لاكتشاف المواهب لتنمية قدرات لهم. لا يعني هذا الشيء صراحة يعني يدعو إلى الفخر، واحنا شاكرين لهم هذه الجهود. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق واستمراريه ان شاء الله التقدم والتطور ان شاء الله، ويعطيهم الف عافيه.